هذه الحملة انطلقت في يوم 21/4 عبر نداء وجه عبر صفحات الفيسبوك. وجدت فيه دعوة للمعلمين والمفتشين وكل المهتمين بمجال التعليم للإسهام في جمع تجهيز مواد تعليمية للتحديد للفصل الدراسي الثاني لمساعدة تلاميذنا وطلابنا في تذكار دروسهم ومراجعتها بكل يسر. خصوصا بعد الفراغ الذي أحدثته الحرب وتعطل سير العملية التعليمية في عدة مناطق من طرابلس. بالفعل كانت الاستجابة سريعة جدا حيث تسابق مخزو العلم والوطنيون ومن مختلف الشرائح. كانت الصراحة يعني حتى النطاق واسع جدا. خلال 3 أيام تم عقد أول اجتماع للحملة وكان بتاريخ 24/4 بعد 3 أيام من الإعلان يعني. كان الاجتماع الأول عقد في مدرسة باسم التقين بسوق الجمعة بعد أخذ الإذن والموافقة من مراقبة التعليم لتكون هذه المدرسة هي المقر الذي يحتضن هذه الحملة حملة مبادرون. الحمد لله كان البداية المشاركات زي ما قلت لحضرتك كانت في البداية على نطاق ضيق لكن اتسعت ولم تقتصر على مدينة طرابلس فقط. بل تفاجأنا وهذا شيء جميل جدا ويدل على أن المعلم دائما في الموعد. المشاركات تعدت مدينة طرابلس، طلبنا مشاركات من المنطقة الشرقية ومن الجبل الغربي من الزاوية من مصراتة. تواصلوا معنا عبر الوسائل الإلكترونية وأرسلوا إسهاماتهم والحمد لله وصلنا لمرحلة لا بأس بها. استمرينا في العمل جميل لأن احنا استمرينا في العمل لم نتوقف رغم أن كانت في ظروف صعبة وإمكانيات كانت محدودة جدا لكن حتى في شهر رمضان كان العمل متواصل ونعرف احنا شهر رمضان كانت عطلة أو إجازة المعلمين وهذا استمرينا الحمد لله. الفريق كله كان يعمل بروح الفريق وعمل جماعي كان منظم إلى حد كبير برغم وجود عراقيل لكن الحمد لله لم يخبط ذلك من عزيمتنا ولم يفقدنا رغبتنا في تحقيق الهدف الذي سعينا من أجله من البداية. والآن الحمد لله نستطيع أن نقول أننا جهزنا مادة تعليمية حتكون مفيدة لطلابنا وخصوصا لطلاب الشهادة الإعدادية. تم تجميع وتجهيز مواد تعليمية عبارة عن عروض مصحوبة بشروحات صوتية معلمات مفتشين تربويين أيضا جهزنا بعض الكتب التفاعلية والملخصات والأسئلة كلها مواد حتكون بعون الله داعمة لطلابنا ومساعدة لهم في دراستهم. لن تكون الحملة مبادرون ثمارها لهذا العام أو فائدتها حتكون لهذا العام فقط إنما حتستمر حتى للسنوات القادمة لأننا والحمد لله والحمد لله قد استطعنا أن إنشاء موقع تعليمي خاص بهذه الحملة موقع مبادرون حيتم فيه أو تم فيه فعلا خلال هاليومين هذا رفع المواد التعليمية وأي طالب أو أي معلم يقدر أن يستفيد من هذه المادة تحملها مباشرة.